عقد مجلس النواب جلسته 29 من دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وفي مستهل الجلسة تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم 14 لسنة 1996 والمرافق للمرسوم رقم 48 لسنة 2021، والتي أحيلت مع المشروع بصفة الاستعجال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة أصلية. كما تم عرض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، والمرافق للمرسوم رقم 49 لسنة 2021. على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. ثم انتقل المجلس إلى مناقشة المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2020 بتعديل المادة رقم 173 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. اليوم عندنا اجتماع المجلس، يعني أهم الأشياء الموجودة أن هناك 7 أسئلة موجهة، 3 أسئلة لوزير الإسكان وثلاثة أسئلة لوزير المواصلات وسؤال لوزير المجلسين، معظمها عن يعني مشاريع الإسكانية ومسألة التوظيف في الحكومة. ثم عندنا مرسوم المناقشة العامة عن آلياتها، هناك نقص تشريعي في الوقت أو وعدد النواب اللي داخلون في مسألة المناقشات، فهذا المرسوم تنظيمي فقط لتحديد وقت المداخلات.